يعني كنا كلمنا احمد من كام يوم كده عن الهاكاثون اللي بتقوم بيه بعض الجامعات الحكوميه والاهليه في مصر، والهاكاثون ده تاني لل يعني اللي مش عارفه هو يعني حاجه كده زي ماراثون طلابي او ماراثون للمهتمين بالذكاء الاصطناعي. فطلاب بقى جامعه طنطا قدروا انهم يفوزوا بالمركز الاول في مجال المباني الذكيه والمركز الثاني في مجال الحدائق الذكيه على مستوى 50 جامعه مصريه وحكوميه خاصه واهليه، وشاركت اول مره في الهاكاثون المصري. تفاصيل اكتر معانا على التليفون مع الدكتور محمود زكي رئيس جامعه طنطا. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير استاذه بسنت، وصباح الخير استاذ احمد، وصباح الخير على مشاهدين كوب كورام جميعا. اهلا بحضرتك. يعني طبعا في البدايه خليني اعبر لحضرتك عن فخرنا بالطلاب المصريه وبالمشاريع اللي هم بيقدموها في حلول مشاكل يمكن موجوده على ارض الواقع دلوقتي، وتفوقهم في حاجه زي دي، في حصول يعني شفنا حصول الطلاب على المركزين الاول والثاني في مسابقه المدن الذكيه في اول هاكاثون مصري. احكي لنا اكتر عن المشاريع دي يا فندم بعد اذنك. في البدايه طبعا احنا لابد نقول ان دائما في توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخاصه ل يعني المجلس الاعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، هو الاهتمام بالشباب واكتشاف الموهوبين، وده بقى هدف استراتيجي موجود عندنا جميعا، لان الحقيقه الشباب هم عماد المستقبل، وهم اللي هيبنوا يعني الرؤيه المستقبليه ان شاء الله، ويعني يطوروا في كل منظومات الحياة اللي احنا بنعيشها، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية. والحقيقة كان موضوع الهاكاثون ده موضوع شديد الاهتمام، ويعني فعلا أكثر من 50 جامعة شاركت بأكثر بحوالي 500 فريق، الجميع شارك يعني لتعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى، عشان يقدموا أفكار ذكية ومشاريع برمجية بتساهم فعلا في تحسين مستوى المدن وتحقيق حاجة مهمة جدا اللي هي الاستدامة البيئية، وده أحد المعايير الثمانية اللي موجودة في رؤية مصر 2030 اللي هي الأجندة الوطنية، اللي يعني الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية بتتحرك في إطارها. ففكرة الاستدامة البيئية والوصول لمدن ذكية وتطبيق هذه الأفكار، تطويرها ثم تطبيقها في العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح أكبر عاصمة ذكية في منطقة الشرق الأوسط، الحقيقة ده كان الهدف الثاني اللي هو الهدف الوظيفي من الهاكاثون. يعني نبقى بالهاكاثون ده حققنا اكتشاف الموهوبين ورعايتهم من الشباب، في نفس الوقت حققنا احد اهم معايير رؤيه مصر 2030 اللي هي تحقيق الاستدامه البيئيه. نعم دكتور محمود، ده يمكن من واقع خبره حضرتك بقى يعني كاحد اهم الاستشاريين في مجال تصميم وتخطيط المستشفيات بالاضافه لدراسات الجدوى الاقتصاديه للمشاريع الكبرى، ايه اللي بيميز المشاريع دي عن غيرها من المشاريع الاخرى المقدمه من الطلاب؟ يعني انا هجاوب حضرتك الحقيقه من واقع اللي حصل بالفعل. احنا مثلا على سبيل المثال جامعه طنطا لما بتقد الشباب او مجموعه الشباب اللي اشرفت عليها الاستاذه اللي هي الدكتوره نسمه الكيلاني والدكتوره مي وهب، مجموعه كبيره الحقيقه من الاساتذه، دكتوره مروه قمر الدوله، دكتور بهاء، يعني كثيرين من الدكاتره الافاضل على فكره، كلهم شباب برضو بالمناسبه، يعني الحقيقه الفريق المشرف شباب، وابنائنا شباب من طلاب اقسام الاتصالات واقسام الهندسه العماره البيئيه. خليني ادي حضرتك نموذج عشان يبان قد ايه الاستفاده الاقتصاديه والاستفاده البيئيه اللي بتتحقق. فعلى سبيل المثال احد هذه المشاريع كان عباره عن واجهات، الواجهات دي تفاعلية، هذه الواجهات واجهة كاملة للمبنى، واجهات تفاعلية، الواجهة دي بتتحرك يعني عبارة عن أجزاء بتتحرك. وتستطيع أن حضرتك تتحكم في شدة الإضاءة ودرجة الحرارة داخل هذا الفراغ من خلال موبايل أبليكيشن، وطبعا بتتحرك بشكل اوتوماتيكي من غير ما حضرتك يعني تتحكم فيها، يعني هي انت بتظبط درجه حراره الفراغ، انا عايز درجه الحراره مثلا سي 24 وعايز الاضاءه متوسطه او في مستوى معين، فهي بتبدا تشتغل كل طول النهار، بتقفل وبتفتح طبقا للاحتياج الحقيقي للبيئه الداخليه اللي انت عايزها. نعم.
ده بيساعد على ترشيد الاستهلاك. حسبوا لقينا ان احنا بيقلل تكلفه استهلاك الكهرباء، تكلفه التحميل على مثلا التكييف او كده حوالي 50%. فالحقيقه ده معناه ان احنا فكره الاستدامه البيئيه وفكره العماره والهندسه الذكيه ما هياش رفاهيه قد ما هي ليها بعد اقتصادي شديد الاهميه، بالاضافه للبعد البيئي وتقليل استخدام الطاقه اللي هي احنا عارفين قد ايه بقت هي فيها اشكاليه في خلال السنوات الاخيره. نعم. طب حابه يعني اعرف من حضرتك اول حاجه يعني التسهيلات اللي يمكن بتقدموها للطلاب خاصة في المسابقات بين الجامعات، وعايزة أعرف بقى إن إحنا فجأة بقينا بنشوف ما شاء الله الطلاب مهتمين جدا بهذه الماراثونات يعني أو الهاكاثون ما بين جامعات كتير. إحنا من كام يوم كنا بنقدم من جامعة بنها كمان، وفي شركات خاصة بتعمل الهاكاثون ده، والطلاب بتتهافت على إنهم يشاركوا في تقديم حلول لمشاكل موجودة على أرض الواقع، فإزاي بتحفزوهم إن هم يشاركوا في هذه الماراثونات؟ هقول لحضرتك حاجة، احنا يعني فكرة التحفيز هي مش فكرة، احنا مش ما قمناش النهاردة كده قلنا يا جماعة يلا نعمل حاجة، لا، احنا في توجه كبير جدا نحو احتواء الشباب، وان احنا نحتويهم بمعنى نجعلهم مشاركين لينا في العديد من الرؤى وقضايا الوطن وتحديات اللي بتقابلها بلدنا. احنا قريبين من ولادنا جدا، وما بنتعاملش معاهم على ان هم طلبه وخلاص، لا، احنا بنتعامل يعني مثلا في جامعه طنطا احنا بنعتبر ان احنا اسره كبيره، 125,000 طالب، احنا اسره واحده بنشارك في كل الفعاليات. يعني عايز اقول لحضرتك هم بينزلوا معانا في قوافي الحياه كريمه، بينزلوا معانا في موضوع محو الاميه، بيساهموا معانا في العديد من يعني الحملات التثقيفيه. فهم بيعملوا ده من نفسهم، هم اللي عايزين يعملوا ده من نفسهم، مشاركين معانا دائما. فهو لما بيجي بقى حدث مثل هذه الاحداث هم بطبيعه الحال بيكونوا بيندمجوا في هذا الحدث، واحنا الشباب المصري الحقيقه عنده طاقه ابداعيه وطاقه هائله، بس هو كل ما في الامر كان دايما بيبقى محتاج فرصه ومحتاج تشجيع مننا ودعم حقيقي، ما هوش دعم مفتعل، علشان يقدم كل ما لديه. والحقيقه بيبهرونا كل يوم في يعني كم العطاء وكم الرؤى اللي هي بنقول عليها دايما خارج الصندوق. وبنحاول احنا ندعمهم من خلال الخبره، من خلال الرؤى، يعني من خلال تطوير الرؤيه بتاعتهم، من خلال رياده الاعمال، نحول الافكار بتاعتهم دي لمشاريع حقيقيه يستفيد منها الوطن وهم يستفيدوا منها، ويعني تعمل فعلا تنميه مستدامه ببلدنا. هايل، يعني كل الدعم من احنا في البرنامج لجامعه طنطا وطلاب جامعه طنطا، وطبعا بنشكر حضرتك على هذا الدعم للطلبه الدكتور محمد زكي رئيس جامعه طنطا، مره ثانيه كل الشكر ليك. يمكن الدعم بس مش لطلاب جامعه طنطا، الدعم كل جامعات طبعا، كل الشباب تحديدا. يمكن في مقوله لاينشتاين دايما بتقول ان الخيال اهم من المعرفه، لان من دون الخيال مش ممكن ابدا ان احنا نطور ما لدينا من علم ونكتشف غيره، وده امر طبيعي لان كل المشاكل اللي موجوده ما اقدرش ان انا اغيرها بنفس طريقه التفكير المستعصيه اللي كانت في يوم من الايام سبب فيها، وهو ده اهميه فكر الشباب وطاقتهم الجديده، القدره على صنع المستحيل وتحويل الحلم لواقع ملموس زي ما احنا شايفين دلوقتي.